بارك الله فيك ورزق الله. الحمد لله الحمد لله بارك الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في عليكم السلام اخي الكريم، كيف حالك؟ هنا تمدد ان شاء الله. انا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله سبحانه وتعالى ونساله جل في علاه ان يوفقنا لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بداية نبين بإذن المولى جل وعلا لكل ما سكن الجسد أن الشفاء قريب والنصر والفتح قريب من الله سبحانه جل في علاه. فقد جل الله جل وعلا من كان كبارا على الجسد وعلى النفس وعلى العقل وعلى القلب بأسحار عظيمة صنعت في الجبال عند سحرة الكبار، فجلاها الله سبحانه جل في علاه، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. فبداية رسالتي وجهها إلى من أسلموا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، اعلموا أن الله جل وعلا معنا ناصرنا سبحانه، فهي رسالة إلى كل قلب مسلم وقلب مؤمن وقلب موحد آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، وأسأله جل في علاه أن يجعل المعية والتوفيق والنور والخير، إنه بذلك والقادر عليه. فالجن حينما ترى، وأقف عند آخر ما وقفنا عليه في الجلسة الماضية، أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى آخر من سكن الجسد أو آخر من تنطق وتكلم على الجسد، أذكره من أسلم لله سبحانه وتعالى وكان معقودا مسلسلا مكبلا مقيدا، أذكره من كان على سحر عظيم صنع في الجبال بالعجل والذبح العظيم الذي عذب وقتل من أجل ذلة ومهانة
والعقل والجسد. أذكروا أن الله سبحانه وتعالى يعزه بالإسلام، فقلبك هذا كان مغلقا وكان ميتا، لكن أحياه الله جل وعلا بالإسلام. فانظر كيف عشت مع كبار الجن والشياطين والسحرة، وكيف اختفيت داخل هذا الجسد، وكيف كنت قويا تعذب هذا الجسد، وكيف جاء الله تعالى بنور البر والخير والإسلام، وكيف فكت العقد وإن كانت قوية على عقلك وقلبك وعلى صدرك وعلى يديك وقلبك، أقصد بذلك الجان والشيطان الذي كان كبيرا في الإسلام. ومع ذلك بفضل الله تعالى ومعيته ونوره وفقت ففكت تلك العقد على الفك والفم وأين ذلك، وكذلك على الصدر والقلب وأين ذلك، وعلى القدمين وأين ذلك، على الناصية والقاف والرأس وأين ذلك. ثم كان النطق والكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم كان الاعتراف بإذن الله جل وعلا. لكن بعد ذلك خشيت من الهلاك والموت، لأن السحر عظيم، ولأن الأقوياء كذلك والأشرار كانوا يحيطون بك وبه من مكان قريب ومن مكان بعيد، فالسحر اتصال في البدن وحوله وفي مكان بعيد أيضا. ذاك الموضع الذي وضع فيه السحر، ذاك الساحر الذي جعل السحر في مكان حتى يأمن أن لا يصل إليه أحد وحتى يبقى دائما. فلهذا أقول بالله التوفيق، ذكرناك أننا معك بإذن الله جل وعلا، فلا تيأس ولا تبتئس ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك ما هداك الله عز وجل للإسلام وفك قيودك سيعزك ويقويك بإذن الله، وينصرك على كل من عاداك، وينصره أيضا سبحانه، ينصره ربه جل وعلا على كل من عاداه وعلى كل من ظلمه. نحن في بداية السير بإذن الله، فلا يتسلل إليك الوهن ولا الوسواس. نحن في بداية السير فلا يتسلل إليك الوهن ولا الوسواس، وسوف تستبشر خيرا بهداية من كانوا كذلك معك في عداوته وكذلك في حربه، سيأتون اتباعا بإذن الله جل وعلا إلى الإسلام، وبالتالي تبقى لك بفضل الله تعالى القوة والصدق والفضل والقوة والنور، وكذلك الملك بفضل الله جل وعلا من الله عز وجل. فأبشر، فما هي إلا أوقات وساعات وجلسات إن شاء الله حتى نستبشر جميعا بفوز ونصر عظيم ومبين. لهذا أقول لك اصبر، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما الساحر الذي أراد به هلاكا فذبح أو جاء بالذبح من أجل أن يرضي من جاء بسحره، فنقول له، وإن شاء الله تعالى الرسالة تصل إلى كل خدامه وأعوانه وحاشيته ومن تبع له، خابوا جميعا وخسروا، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على السحر بالبطلان والخسران. قال الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إذا لكل مسيحي، لكل يهودي، لكل نصراني كان على هذا الاسم، كان على هذه الصورة، على هذه السيرة، وكان على هذا الجسد، كان على هذا السر الذي وضع على جسده ومن خارج جسده يقبل بإذن المولى سبحانه وتعالى. لهذا نذكر بإذن الله تعالى كبيرا أن اصبر واثبت بفضل الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أقولها للكبير الذي تملك رأسه فكان حريصا على عدم تحصيل علم ولا تخرج ولا شهادة، واعترف بذلك بفضل المولى جل وعلا. نعلم أنك تحتاج إلى الدعم، ونعلم أنك تحتاج إلى المعونة، وتحتاج بفضل الله تعالى إلى من يساندك، ومن بفضل الله تعالى يقف إلى جانبك، وإلا حبست وسجنت أو وددت أو قتلت، ونعلم ذلك يقينا. فهي حروب عظيمة كفرية سرية فداخل الأجساد وخارجها في عالم لا يرى ولا يعلم إلا بما علمنا الله إياه من واقع ومن علامته ودلالته. ومن علامته ودلالته ما نطقت به واعترفت أن السحر عظيم، وأن كذلك العهد والوعد عظيم. نعم نعلم ذلك، فاصبر على ما أصابك، واعلم أن الله تعالى معنا سبحانه وتعالى في علاه. فهي رسالة وجب أن نبدأ بها بإذن الله حتى تستجيب لأمر الله، ولا تظن أنك وحدك في قتال
حتى لا ترتد عن دين الله عز وجل أو يدخل إلى قلبك الوهن أو يتسللك الضعف، فنحن منصورون بإذن الله عز وجل. لكن وسواسهم هو مجرد وسواس، وتخويفهم مجرد تخويف، وتهديداتهم مجرد تهديدات، ولكن اعلم أنهم وصلوا إلى هذا إلا لأنهم علموا يقينا أنهم باءوا بالفشل وأنهم في طريق الفشل الذريع بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وانظر إلى حالك أنت كيف كنت تقود جيشا عظيما، وكنت أقواهم كما اعترفت، وكنت كبيرا كما اعترفت، وانظر كيف كنت تتجلد في عقله مع ما كان يأتيه من طاعة وعبادة ودعاء، وكنت تستر الداخل، وكنت فعلا قادرا واستطعت حقا أن تقهر نفسه ونفسيته وعلمه وجامعته، والله تعالى أخرجك من كل هذا الشرك وهذا الكفر، وجئت تائبا منيبا مسلما مستقيما على دين الله تعالى بعد جهد وبعد جلسة وقوة، إذن لتعلم أن الله تعالى على ما يشاء قدير. كن فيكون، شاء ربك جل وعلا أن يكون كبيرهم أنت في الإسلام، فما ظنك بمن دونك سيأتون إن شاء الله بإذن الله تعالى تبعا كذلك إلى الإسلام، فأبشر بهذا وطب به نفسا، وحدثهم وقل لهم أنا كنت قائدكم وكنت كبيركم وكنت سيدكم وكنت من يسيركم، فهداني الله سبحانه وتعالى والمنصر والمنقاد إلى كفركم، ولم يسع أحدكم أن يتحكم فيه حينما نطقت بدين الله جل وعلا بالشهادة وبالوحدانية لله تعالى وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حاولتم أن تغلقوا فمي لكن الله فتح وفك العقد التي كانت على صوتي وعلى لساني وعلى شفتي، فتح الله تعالى عقدا كانت على ناصيتي وقافيتي وعلى عقلي، فتح الله عقدا كانت على قلبي وصدري، فتح الله عقدا كانت على يدي وعلى قدمي، فهداني سبحانه وتعالى، وهي رسالتي وجهها إليك لتعلم إن لك ربا عظيما معك سبحانه ويؤيدك وسيؤيدك بنصره سبحانه ويؤيدك بنصره سبحانه جل في علاه ويؤيدك بنصره سبحانه وبالمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. فإلى كل من كانوا خداما تبع له وكانوا حراسا تبع له، إلى من كانوا على اليهودية والنصرانية وكانوا على الشرك وكانوا على الكفر وكانوا على النجوم والكواكب وكانوا على الذبح والنذر وكانوا على الدم والنجاسة، إلى كل من جاءوا إلى الجسد فكانوا تحت الملك الذي أسلم لله جل وعلا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديكم إلى دينه سبحانه وتعالى، وأن تكونوا عونا على البر والتقوى، وأن تنضموا بإذن الله تعالى إلى ركب المسلم، إلى القائد المسلم، إلى الملك المسلم، إلى الكبير المسلم، وأن تفك العقد التي عليكم بإذن الله جل وعلا. هي رسالة وجه إليكم أن تفك العقد التي عليكم بإذن الله، العقد التي على عقولكم وعلى أفهامكم وعلى جوارحكم وعلى صدوركم وعلى قلوبكم، تفك وتحل بإذن المولى سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى أن تحل وأن تفك الأسرار التي جعلها الشيطان والسحر والساحر والأبارس على الجن وعلى الشياطين في البدن، أن تفك وأن تحل بإذن المولى سبحانه وتعالى بنور من الله ولطف من الله ومعية من الله وخير من الله وفتح من الله وشفاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيلمعه فإذا هو زاهق. فبفضل الله تعالى إذا شاء الله جل وعلا جعل كل سر من أسرار الكفر والشرك والسواد التي عليكم تزال بإذن الله، فترون نور ربكم جل وعلا ومعية الله عليكم، ويعرف الله تعالى في قلوبكم محبته ومحبة الله ومحبة عباده، فتصبحون ممن يوالون الجسد ويفقون عقده والأصحاب التي كانت عليه كفرا وفحشا وفجورا، وتكون بفضل الله تعالى علم من أعلام البر والخير في الدنيا ويرفعكم الله بها في الآخرة. فاعلموا أن الله تعالى خلقنا ليربح عليه لا يربح علينا، ولقد جئتم بعذاب وبتعذيب منكار وبشر عظيم، مع ذلك يغفر الله لكم تفوزوا بجنة بجنة عرضها السماوات والأرض، رحمة الله وحلم الله عظيم. ولهذا لا بد أن نصبر بفضل الله تعالى، والله تعالى لقد رآكم على كفر عظيم فصبر، ورآكم على شر عظيم فصبر، ورآكم على فحش عظيم فصبر، وهو الآن يسمعكم وسخر من يسمعكم، وهو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل الأسباب التي سخرها ربي سبحانه وتعالى لتكونوا من الناجين، لتكونوا من لتكونوا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، فسخر الله تعالى إنسان طار في السماوات
وقطعوا المسافات والمفازات كي تفوزوا بهداية من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، كي تحل عنكم عقد وقيود كانت من ساح عليم ومن شيطان رجيم، أبى إلا أن يكون عدوا لله وخصما ضد الله جل وعلا، نعم فكفر بالله وأطاع الشيطان الرجيم، وأنتم كنتم في حباله وشراكه وقيوده، فأراد الله لكم لعل الله تعالى رضاكم خيرا، فحكمة الله بالغة والأعمال بالخواتيم، فلهذا وجب أن نصبر بفضل الله تعالى وأن ندعو إلى الله عز وجل بالحسنى، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاريهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين، فهي رسالة إلى كل أب، إلى كل أمة، إلى كل أنثى، إلى كل جنية أو شيطانة، إلى كل ملكة، كيفما كانت رتبتها وحال وقوتها أو عشقها أو حسدها أو سمها، أن تتوب إلى الله جل وعلا وتعلم أن الله تعالى وربها الذي خلقها وزينها وجملها وقواها وعدلها، فهو الله لا إله إلا هو، فأسلم له، سواء كنت يهودية أو نصارية، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ورسالتي إلى كل جني، كيفما كانت نسبته وقوته ومكانته، كيفما كان تشكله وحاله، أنب إلى الله وأسلم الله، إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله جل وعلا، أنت خلق من خلق الله تعالى، فكيف يخلق ويعبد غيره؟ خلقك الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، الله الذي خلق السماوات وخلق الأراضين، ربنا ورب العالمين، لا شريك له، لا مد له، لا زوج له ولا ولد له، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعلم أن استحراض قيدك وربطك وصفدك أو عقد عليك أو عقد عليكم جميعا لتكون تبعا للكافرين والفجرة والمفسدين، يبطله الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يفسح عمل المفسدين. واعلم أن لك ربا عظيما صاغ لك القرآن، فتسمع بإذن الله تعالى بقلب طيب، فتستجيب جوارحك بفضل الله، وتلك الأصحار التي كانت عليك ترغمك على ذلته وقهره وتعذيبه سوف تتجلى وتبطل بإذن الله جل وعلا، فما عليك إلا أن تسمع بالتسليم واليقين أن الله تعالى أعطاك رحمة، فلا تكابر ولا تقاوم، فهناك بداخلك فطرة أودعها الله جل وعلا تحب كلامه وتستجيب لأمره وتستجيب لنهيه، واعلم أن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عن شؤون حالنا، مهما تعدت عقدهم وأسحارهم وسلاسلهم وأسرارهم، فإن الله كتب بالقرآن هداية، وكتب الله جل وعلا بالقرآن نعمة، وكتب الله جل وعلا بالقرآن شفاء، وكتب الله بالقرآن عزة، والحمد لله رب العالمين. فقلوب الجاني بفضل الله تعالى تطيب بذكر الله تعالى، حتى مع كفرها، وعقولهم تستنير بفضل الله مع بالقرآن حتى مع جحودها، فآيات الله عز وجل قوية، وآيات الله عز وجل عظيمة، وهي رسالة وجوار كل من يحارب على عقيدة يهودية أو صليبية نصرانية، أنب إلى الله واعلم أن الدين عند الله الإسلام. إلى كل من كانوا من أهل الكتاب، إلى من كانوا من أهل الكتاب، إلى من كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل، أسلموا لله، إن الدين عند الله الإسلام. وإلى من كانوا ساسا وقادة يطيرون ويغوصون بأسحار في البحار أو في السماوات، إلى من طاروا وغاصوا بأسحار عظيمة على النجوم والكواكب، إلى من طاروا وغاصوا على أسحار على الذبح والدم والنجاسات، أسلموا لله جل وعلا. هي رسالة والجوار الجميع في اليمين والشمال، على القلب وعلى الصدر والبطن والرحم والعورة، على بطن الوالدة، على الأبناء والذرية، على الارتباط والاتصال، من بعيد على أم، على أقارب، على قريبات، إلى كل من جعلوا السر موصولا في الأبناء في الذرية على الجسد، إلى من هم الآن يسمعون في خارج البدن حول البدن داخل البدن، إليكم جميعا اعلموا أن ربا عظيما يرجو لنا رحمة، ويرجو لنا عفوا ورحمة، وعفوا ورحمة، ومغفرة ورحمة، وعز ورحمة، فنسأل الله لا يفض هذا المجلس إلا وقد رحمنا جميعا وغفرنا جميعا وتاب علينا جميعا وهدانا وشفانا جميعا
ورزقنا جميعا. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. إن البدن نسمعه كلام الله جل وعلا ونسمع من في البدن وهم يسمعون، ولا شك ولا ريب أن كل جن يسمع، يسمع بسمع الإنسان والبدن، يسمع بسمع الجان الذي حباه الله جل وعلا. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأسأل الله أن يجعلنا سمعا عظيما حقيقيا عليه نور. بعد السمع تكون الاستجابة والطاعة حتى نفوز بجنة وحتى نبتعد عن نيران. قال الله جل وعلا: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرسالتي إلى كل كبير على الجسد، إلى من ارتقى بكفر في الجسد أو بدمه في الجسد أو بنذر وذبح عليه في الجسد، أنيب إلى الله، أنيب إلى الله عز وجل. وخطابي دائما أشمله برسالتي خير وثبات ودعوة إلى الحق والنور لمن أسلم لله جل وعلا كبيرا في الجسد. إلى من أسلم لله كبيرا كان على الرأس، كان كبيرا على العقل، كان كبيرا على النطق والكلام، وكان كبيرا على العلم والفهم والإجابة في الامتحان، كان كبيرا بالعجل والذبح والدم، كان كبيرا على الظلام وقمة الجبل، كان كبيرا أسلم لله سبحانه وتعالى. فدنا واقترب واعترف بهذا. أسأل الله يسلمه وأن يحفظه من أيدي الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعله إماما في الحق والعدل والإحسان، إنه ولي ذلك وقدر عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نجعلها شفاء وبلسما ودواء من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. الحمد لله رب العالمين. نجعلها نورا وبلسما وهداية لكل من سكن جسده. الحمد لله رب العالمين. نجعلها على كل قفل وعلى كل السلاسل والأصحاب التي ترى والتي لا ترى في البدن وحول البدن. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل الصحراء الذين في خفاء، الذين في خفاء لا يراهم حال ولا يعلمونهم حال، لكنهم على علم وعلى بيان حول البدن وداخل البدن. الحمد لله رب العالمين. نجعلها على كل سم كان يجري في الدماء والعروق والعظام في البدن. الحمد لله رب العالمين. نجعلها على كل سر كان على سر بصمة وطابع شيطان إبليسي في البدن وحول البدن. الحمد لله رب العالمين. نجعلها على كل عقدة كانت عظيمة تحبس من أنفاس الجن وأنفاس الإنس هداية الإنس وهداية الجن في البدن وحول البدن. الحمد لله رب العالمين. نجعلها على كل سحر صليبي وعلى كل سحر يهودي وعلى كل سحر مسوني. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكلم التقى بعهد وعد على سعادة الذرية والسلالة بذلتها وقلتها وقهرها، فنسمعها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نجعله في مكان عميق في البدن، في مكان عميق في البدن. نسمعها بإذن الله بصوت عظيم تسمع تصل إلى من اختفى في مكان عظيم في البدن، في مكان مظلم في البدن، في مكان مظلم في المدر في البدن. الحمد لله رب العالمين. نسمعها بالحياة والثعابين. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن تشكل. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن تلون. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن طار. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن غاص. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن نفث. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن عقد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن سحر. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن كتب. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن حقد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن حسد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن جدد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن توارى. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن اختفى. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن توعد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن هدد. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لجان عظيم. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لشيطان الرجيم
الرجيم. الحمد لله رب العالمين. نسمع لمسلم الحمد لله رب العالمين. نسمع لمؤمن الحمد لله رب العالمين. نسمع لمحسن الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن رابط في سبيل الله الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن جاهد في سبيل الله الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن تقوى في دين الله الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن فك العقد الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن فك السلاسل الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن نطق واعترف الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن أحب الخير الحمد لله رب العالمين. نسمعها لمن خشع ودمع الحمد لله رب العالمين. نسمعها للجميع العالمين الحمد لله رب العالمين. نسمعها للإنس والجن الحمد لله رب العالمين. نسمعها للأبانس والشياطين الحمد لله رب العالمين. نسمعها للصحابة والمشعوذين الحمد لله رب العالمين. نسمعها للمؤمنين والمحسنين الحمد لله رب العالمين. فنجعلها في البدن من أعلى إلى أسفل حمدا، وفي الدماء حمدا، وفي العروق حمدا. فلا مكان لكافر ولا لفاجر ولا لساحر الحمد لله رب العالمين. نسمعها 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 في كل مكان في كل مكان في الأيدي والأقدام الحمد لله رب العالمين. نسمعها للجميع الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره الحمد لله. بها يتقوى أهل القبلة وأهل الدين والإسلام وأهل استقامة الالتزام أهل الإحسان الحمد لله رب العالمين. بها بإذن الله تعالى يربي والنور والخير والصراط المستقيم والطريق القويم. بفضل الله بها تفتح أبواب النور لتسد منها الجهل والشياطين إلى دين الله إلى محبة الله. الحمد لله نجعلها على جحورهم وكوفهم نورا، نجعلها بإذن الله تعالى على مواضعهم نورا الحمد لله رب العالمين. بها يمنح كل جان طريق الله ونور من الله الحمد لله رب العالمين. يتبعها بإذن الله تعالى كل من كان شيطان، كل من كان مارد، كل من كان إبليسي، كل من كان يهودي، كل من كان صليبي، كل من كان مشرك وكافر الحمد لله. تجلي نور على سمعه وبصره وقلبه وطريقه وسيره وسبيله الحمد لله رب العالمين. يتبعها بإذن الله إلى قلبه نورا وإلى بصره نورا وإلى عقله نورا الحمد لله رب العالمين. من السماوات الحمد لله رب العالمين، للهواء والفضاء والسماء الحمد لله رب العالمين، من الأودية والأنهار والبحار الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على عبد الرمال والأكلة وألوانها الحمد لله رب العالمين، على عبد الطيور والدواب والأنعام وألوانها وأشكالها ودمائها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحمد لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحمد لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحمد لله رب العالمين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل في الدماء الجارف بدل نورا، واجعل في قلوب الجارف بدل نورا، اجعل في دماء الشياطين في الأبدان نورا، وفي دماء الشياطين في الأبدان نورا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على جودهم نورا وعظامهم نورا ودمائهم نورا وعلى سمعهم وأبصارهم مطلب كلامهم نورا الحمد لله رب العالمين. رغم سواد السحر وشدة وظلامه وقوة وإحكامه الحمد لله بها يزال ويفك ويحل الحمد لله رب العالمين. بها يتنفسون أخيرا نفسا طيبا مباركا، نفسا عظيما، نفس الحياة في دين الله تعالى في الإسلام والإيمان والإحسان الحمد لله رب العالمين. بها تبك الحصون كانت عليهم عظيمة، تلك الأعين كانت عليهم عظيمة، تلك الجدار جدار كانت عليهم عظيمة، تبك وتحط وتزاد بإذن الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. نجعلها نجاة نجاة وحياة لكل جان في الأبدان، لكل شياطين كانوا شياطين في الأبدان الحمد لله رب العالمين. بها يصلح تصلح قلوبهم
مسامعهم أبصارهم. الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكبير كبير انقطع في بدن، لكبير دواء واختفى في بدن، لمن جحد وكفى في بدن، لمن عبد وصحى في بدن. الحمد لله رب العالمين. لكل محبوس مقيد، محبوس مخبى، محبوس مكبى، محبوس مقيد. الحمد لله رب العالمين. بها تزال سلاسل، سلاسل عظيمة وخيوط عظيمة وأسرار عظيمة وأسحار عظيمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا. بها استجابة وحب من الله وفقه ونور وخير من الله. والحمد لله رب العالمين. فيا معشر من حبستم وقبلتم وضيدتم، أرأيتم الفرق؟ هناك من كبل وقيد يعذب إنسان وجنا، وجاب الله تعالى بالقرآن والسنة والفر والبر والخير كي تفك العقد والقيود ورفع الظلم عن الإنس وعن الجن. هذا دين الله، هذه محبة الله، وهذه رحمة الله. نعم، والحمد لله رب العالمين. واعلموا أن الإسلام يرزقكم عزة ورفعة في الدنيا والآخرة، وأن أبدان المسلمين ترجو لكم عزة وذلة، عزة ورفعة في الدنيا والآخرة، وتنفي وتقصي وتبعد عنكم ذلة في الدنيا والآخرة. إن الله يعز بالإسلام من أحب ومن شاء ومرضي، ويذل سبحانه من جحد نعمه، يذل سبحانه من عصى أمره، يذل سبحانه شياطين وصحرة جاءوا بالكفر وجاءوا بالحقد والغل وبالأنفاس الخبيثة، جاءوا بالشرك والذبح، جاءوا بالدم، جاءوا بالنجاسات وبالكفر العظيمة. حرفوا ونكسوا القرآن، حرفوا ونكسوا وحرفوا وغيروا القرآن. كلام الله سبحانه ما أجمله ما أطيبه، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فرسالتي إليكم وأنتم الآن بفضل الله جل وعلا في استجابة، وأنتم بفضل الله تعالى في تدبر، اعلموا أن الله تعالى هو من أوصانا بهذا حتى تكونوا بإذن الله تعالى في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، حتى تفك العقد التي عليكم ونرى بفضل الله الآن خير ونور واستجابة. فقولها لله كما قالها قائد كبير، نشهد أن لا إله إلا الله. فلا وسواس من الآن، لا وسواس من الآن، لا عقد من الآن، لا هم ولا كرب من الآن، لا ضيق ولا شدة ولا فزن ولا محن من الآن، لا سواد ولا وهن من الآن، لا محق ولا تعذيب من الآن، لا قل ولا ذل من الآن. فقولوها لله طاعة، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. معنا بفضل الله رب عظيم، خالق عظيم، رب كريم، وهذا ملكا كان كبيرا، وقائدا كان عظيما، فجاء إلى دين الله جل وعلا على نور وعلى بصيرة. فقولوها لله طاعة، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. فهيا إلى الله جل وعلا، إلى كل قوي كان معه على رتبته، أو معه ندا له، أو كان معه شريكا له أو تحته، فهيا إلى الله جل وعلا جميعا، نشهد أن لا إله إلا الله. قولوها لله تعالى، نراكم الآن في تدبر، نراكم بفضل الله تعالى جل وعلا في تأمل، فأقبل رحمك الله جل وعلا. الله تعالى ينظر ما تصنع، ويعلم سبحانه وتعالى ما يجول ببالك وقضائك وخلق فكرك. يعلم الله تعالى سرك، ويعلم سبحانه جل في علا عقلك وفهمك. فأسأل الله أن يجعل داخلك وسرك وباطنك خيرا، وأن يجللنا كذلك ظاهرك وعلانيتك وطبك خيرا، وأن نكون جميعا بإذن الله ظاهرا وباطنا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا باغي الخير أخبر، لقد رأيت ما رأيت وعينت ما عينت، كيف الفرق بين ساح عذب وعطل، عذب الدواب والأنعام والإنس والجان، ورب عظيم يرجو لك العزة والرفعة ويرجوها للإنس والجان. فأقبل على من يكرمك في الدنيا وينجيك ويعزك ويغفر لك ويرحمك في الآخرة، فقلها له، لقد عذبنا وظلمنا وآذينا وسحرنا وفتنا، وتبنا إلى الله جل وعلا، فضع يدك مع ملك أسلم لله حتى نكون قوة أقوى بفضل الله جل في علاه.
تهيئ إلى الله كما جعلكم قوة فوق فقوة متفاوتة وقوة متكالبة ومتراكمة ومتعاون فيما بينها عليه، فبإذن الله تكون قوة الآن بفضل الله له، بفضل الله جل وعلا في البر والخير. هيئ إلى الله جل وعلا. واعلموا أن الساحر ليس على شيء، اعلموا أن السحر ليس على شيء، بل وظفوكم أنتم لتكونوا أنتم سد السبل والعظم. أخذوا القرابين الكبار الجن والشياطين البارزة، وقيدتم بأوهام وسراب وظلام، وحبستم على الجسد بأسحار، وكذلك قد نقول بأوهام لكنها حقيقة لمن كفر بلا تؤثر فيه، أما من أسلم فإن الله تعالى يجعله سرا حتى بفضل الله بنور من الله تعالى يؤثر فيه، ويأتي إلى الله تعالى مسلم مسلم قوي لا يقتل ولا ساحر ولا سحرا، يجعل الله له في دمه نورا وفي عظامه وأبصاره نورا، وذاك النور بفضل الله تعالى لا يمس بسوء بفضل الله سبحانه جل في علاه. نعم أنتم قوة استغلتها الجن والشياطين والسحرة حتى يرضوا خلق الله وعباد الله عز وجل، لولا أنتم ما كان يصل إلى ما وصل إليه من سوء مسلب معظم. والحمد لله على كل حال، وتسلموا لله بنير الله جل وعلا فتكون فضلا قوة ونورا، فيشفى العقل بفضل الله تعالى من السراب ومن الضياع ومن الأوهام، كذلك يشفى الصدور بفضل الله تعالى والجوارح كلها بفضل الله تعالى، لتعلم أنكم قوة. الله أرادها في الخير لكن الشياطين أرادها في الشر، فإن أسلمتم فإن الله تعالى يجعلكم أجرا عظيما على قدر الخيرات والقربات أجرا عظيما، وعلى قدر الصبر وعلى قدر المشقة أجرا عظيما، والحمد لله رب العالمين. لهذا نقولها اعلموا أن الله معنا يؤيد من ملائكته وبنصره، فلا تحزن ولا تحزن بفضل الله جل وعلا. فهيئ إلى الله جل وعلا، إلى كل كبير أسلم لربك جل وعلا، إلى كل كبير أسلم لله تعالى. هيئ بفضل الله جل وعلا نرى عهدا وعدا مع الله، لا عهدا ولا وعدا مع شمس ولا قمر ولا نجم ولا كوكب ولا ذبح ولا نذر ولا دم ولا جسد ولا شيطان. هيئ إلى الله جل وعلا، عهد الله مع الله سبحانه وتعالى، فقولوها لله عز وجل، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، فتفك العقد بإذن من أعلى إلى أسفله، العقد التي من أعلى إلى أسفله، وندب عنكم ونساعدكم بإذن الله جل وعلا، العقد من أعلى إلى أسفله، العقد من أعلى إلى أسفله، لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا، تحل العقد بإذن الله. يقولون لا نخشى ذلك ولا نستطيع، نخشى ذلك ولا نستطيع، فلا تخافوهم فلا تخشوهم، قالها الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف ينزع بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزع من قلوبكم الخوف والوهم، أسأل الله جل وعلا أن ينزع من صدوركم وعقولكم الخوف من الأبارزة والشياطين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل في قلوبكم الثقة به، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم أقوياء في نوره وفضله وبره وخيره، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم أحرارا في بدنه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحرا قيدكم بداخله، تقول آمين اللهم آمين. فلا هرم ينفع ولا جبل ينفع ولا ذبح ينفع ولا قربان ينفع ولا قابع ينفع ولا بصمة تنفع ولا آثرة تنفع، واعلموا أن كل هذا من عمل الشيطان، اعلموا أن هذا كله من عمل الصحابة والكهان، فيبطل بإذن الله فتكون أحرارا إن شاء الله تعالى. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، سيبطله ربي سبحانه في بدنه وخارج البدن. فرسالتي الآن بإذن الله إلى من هو الآن صاحب قوة وبأس وشدة، وإلى من صفر وأطبق عليه، أدعوك إلى الله جل وعلا، فلا تخشى أحدا إلا الله عز وجل. كما أسلم الكبير أسلم لله عز وجل، كما آمن الكبير أسلم لله وآمن بالله سبحانه وتعالى. هيا واصل نراك قريبا إلى الحق بإذن الله، نراك قريبا بإذن الله تعالى في الرأس والفك واللسان، ونراك قريبا بفضل الله تعالى في الاستجابة كذلك بالبنان. فهيا إلى الله، إلى رب رحيم، العهد عهد الله عز وجل،
هيئ إلى الله جل وعلا وأراك في تردده، أقبل ولا تخف، لن ترى من الله إلا البر والخير، ولن ترى في دين الله إلا البر إلا المحبة والرفعة والعزة، عندك الطاقة وعندك القوة، سوف تجعلها بإذن الله وترى فيها بفضل طاقة بفضل الله، ثم بالقرآن ثم بالقرآن ثم بأهل القبلة والإسلام، فضلا نورا علما فهما عزة رفعة نصرا شفاء، ولك بذلك سعادة الدنيا والآخرة. هيئ إلى الله جل وعلا، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، عقد الأسرار، عقد الطابع، عقد الأسرار، عقد البصمة، عقد الأسرار، عقد السلالة، عقد الأسرار، عقد الذبح العظيم، عقد الأسرار، عقد السحر الأسود، عقد الأسرار، عقد الجبل العظيم، تحل وتفك بإذن المولى جل وعلا. فبسم الله يطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، فبسم الله يطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، يبطل كل سحر عظيم على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، تحل العقد 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 على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، تحل الأقفال على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، تحل الأقفال على الإنس وعلى الجان على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، تحل الأقفال 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 على الإنس وعلى الجان وعلى الأقفال، تحل العقد، تحل العقد على الإنس وعلى الجان وعلى الشيطان، 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 تحل العقد على بصمة الإنس والجان، على بصمات الإنس والجان، على طابع الإنس والجان، على بصمة الإنس والجان، على طابع الإنس والجان، تحل العهود على بصمة الإنس والجان، على طابع الإنس والجان، على بصمة الإنس والجان، على طابع الإنس والجان، على عهد الإنس والجان، تحل العقد على طابع الإنس وطابع الجان، على بصمة الإنس وبصمة الجان، على عهد الإنس وعهد الجان، بسم الله يبطل كل سحر عظيم عند الأبانسة، على طابع الإنس والجان، على بصمة الإنس والجان، على طابع الإنس والجان، على عهد الإنس والجان، يبطل بسم الله، يقحى بسم الله، يقحى بسم الله، طابع 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 على الإنس والجان، عهد على الإنس والجان، بصمة على الإنس والجان، بصمة على الإنس والجان، سحر عظيم، سحر عظيم على العهد والوعد، على الطابع والوعد،
العصمة والوعد يبطل بسم الله يبطل بسم الله في هرم الشيطان في جبل الشيطان في بيت الشيطان في كهف الشيطان في كتاب الشيطان يمحى بسم الله يمحى بسم الله يمحى بسم الله في كهف الشيطان في كتاب الشيطان في بيت الشيطان في هرم الشيطان في جبل الشيطان يمحى بسم الله 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 طابع الشيطان بصمة الشيطان 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 قيد 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 عظيم 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 قيود عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان سلاسل عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان سلاسل عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان قيود عظيم للشيطان سلاسل 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 عظيم للشيطان في اليدين قيود في اليدين قيود في القدمين قيود في اليدين قيود في الركبتين قيود على الركبتين قيود في المتاصل قيود في اليدين قيود في القدمين قيود في الركبتين قيود في المتاصل قيود 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 للشيطان قيود 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 للشيطان في اليدين قيود في القدمين قيود في اليدين قيود في القدمين قيود في الركبتين قيود في اليدين قيود في القدمين قيود في الركبتين قيود في اليدين قيود في الرقبة قيود يقولون في الرقبة أيضا في الرقبة قيود في الرقبة قيود في الرقبة قيود تحل بسم الله قيود في أغلال 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 من حديد أغلال من حديد أغلال من نحاس أغلال من ذهب أغلال 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 خيوط عظيمة حبال عظيمة 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 على الرقاب في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله سلاسل عظيمة أطفال عظيمة خيوط عظيمة عقد 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 تحل بسم الله في الرقبة تحل بسم الله على الرقبة تحل بسم الله على الرقبة تحل بسم الله قوية تحل بسم الله قوية تحل بسم الله قوية تحل بسم الله على الرقبة للقلة على الرقبة للذلة على الرقبة للتعطيل على الرقبة للقلة على الرقبة للذلة على الرقبة للتعطيل على الرقبة للموت على الرقبة للموت على الرقبة للتعطيل على الرقبة للقلة على الرقبة للذلة على الرقبة للخصومات على الرقبة على العين على الرقبة على العين على الرقبة على الزواج على الرقبة على الرقبة على الرقبة على الرقبة على الرقبة على الرقبة عقد 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 فداة الله عقد قوية عقد قوية عقد قوية عقدت جن 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 نعقد جن 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 نعقد في الرقبة نعقد جن 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 نعقد في الرقبة نعقد شيطان نعقد شيطان نعقد شيطان نعقد في الرقبة نعقد في الرقبة نعقد في الرقبة نعقد عقدة قوية عقدة قوية بنفس قوي عقدة قوية بدم قوي عقدة قوية بنفس قوي عقدة قوية بقلسم قوي عقدة قوية بعهود قوية عقدة قوية بطلاسم قوية عقدة قوية بطقوس قوية عقدة قوية في مكان عظيم عقدة قوية في ظلام عظيم عقدة قوية عقدة قوية من ساحر
ساحر عليم، عقده قويه من ساحر عليم، عقده قويه من ساحر عليم، عقده قويه من ساحر عليم، على جان 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 معقد في بطله، جان معقد في بطله، جان معقد على الصوت، جان معقد على الكلام، 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 على الاجابه على الاجابه على الاجابه، على الامتحان على الامتحان على الامتحان على الامتحان على الامتحان، على العمل على العمل، على المال، جان 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 معقد، على اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان، على اللسان معقد، عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية، تحل بسم الله على جان عقدة على جان عقدة، تحل بسم الله تنسف بسم الله، 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 جان 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 اعترف انه معقود بقوة معقود بقوة بعقدة عظيمة، معقود بقوة من ساحر عليم من ساحر عليم، بسحر عظيم من ساحر عليم، بسحر عظيم من ساحر عليم، بسحر عظيم، معقول معقول، جن 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 معقول، جن 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 معقول، شيطان معقول شيطان معقول شيطان معقول شيطان معقول شيطان معقول شيطان 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 معقول، تحل العقد في الرقبة عقد 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 في النحر عقد في النحر عقد في النحر عقد على الجان عقد على الشيطان عقد على الجان يقض على الشيطان يقض على الجان يقض على الشيطان يقض على الجان يقض على الشيطان يقض على الجان يقض على الشيطان يقض، جان 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 يقض شيطان يقض، جان 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 يقض شيطان يقض، 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 جان 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 يقض شيطان يقض، جان نقض شيطان نقض بقوة في الجبال، نقض للجبال نقض بذبحي نقض بالنبي نقض، جان 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 نقض بالأثري نقض بالأثري نقض بالصغري نقض بالصغري نقض على الجامعة نقض على الزواج نقض، جان 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 نقض، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، عقد عظيم عقد قوي، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات في العقد، نفاثات في العقد، ساحر نفث وعقد، 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 عقد عظيم في الناصية عظيم في القافية عظيم في العينين عظيم في الناصية عظيم في القافية عظيم في العينين عظيم على الجبهة عظيم، عقد 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 على الجان، فقط 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 على الجان، فقط 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 على الجان، في الناصية عظيم في القافية عظيم في العينين عظيم في الناصية عظيم في القافية عظيم في العينين عظيم، فقط 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 في الرغمة عظيم في الرغمة عظيم في الفكي عظيم في لسان عظيم على الوجه عظيم على العقل عظيم على الجان، فقط 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 تحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تحل العقد على عهود فقط على عهود فقط على دم فقط على دم فقط على نجاسة فقط على أثر فقط 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 بسم الله تحل بسم الله، إليك فاسمع ونحمد وعنك وقد تبين بفضل الله جل وعلا أنك معقود بعقدة عظيمة بعقدة عظيمة عليك، فأعلم رحمك الله وأعلموا جميعا أن الجسد معقود وليس الجسد فحسب، بل أنتم أيضا معشر جن عقدتم بعقد على الجسد، فأين هي راحتكم وأين هي رحمة الله التي ألبسكم إياها، لقد حرمتم بعقد وحرمتم بسحر وبساحر عقد، لتعلموا أنهم جاءوا بكم ظلما وزورا فحبستم ومنعتم من رحمة أوجبها الله عليكم، سلبت منكم بسحر ساحر بالعقد، ففك العقد عليه رحمة به ورحمة بكم ورحمة عليكم، فاسمعوا قد دللت الآن أن العقد في اليدين والقدمين وحتى في النحر، فهي إلى الله جل وعلا، إليكم جميعا نتعاون بإذن الله ظاهرا وباطنا،
في فك العقد بإذن الله تعالى، وتكون القوة في فكها وحلها لا في بقائها واختبائها، فرفعة وعزة للبدن ولكم ولكم وللبدن في فكها وحلها طاعة لله جل وعلا. خلقكم الله تعالى لتكونوا أحرارا فانظروا إلى حالكم، وخلقكم الله تعالى لتكونوا أعزة فانظروا إلى حالكم، والله تعالى استعملنا كي تنقذ كل روح تكون بإذن الله لله تعالى طيبة مؤمنة خيرة وتكون عزيزة موفقة بإذن الله تعالى. ونرى الاستجابة بإذن الله في اليمين وفي الشمال، ونرى الاستجابة قربا من رفع توحيد وإسلام. فهيا إلى الله جل وعلا تفك العقد بإذن الله، وأبشر بعهد وعد الله تعالى. هذا كلام الله، هذا وعد الله، هذا نور من الله عز وجل. فهيا إلى الله تعالى ونرى توحيده وإقبال وإذعانه، وأن تفك العقد بإذن الله تعالى على كل جسد، فكل الجسد معقود، وكل الجان عليه عهود وقيود من أعلاه إلى أسفله. أعقد الجميع، الجسد كله معقود كما دلت حركاتكم، نعم إشاراتكم بفضل الله تعالى على الناصية والقافية والعينين وعلى الرقبة، وقلتم على القدمين بل وأكدتم على الركبتين أيضا. نعم هي العقد العظيمة جدا، فتحل وتفك بإذن الله عز وجل. فلتكن لكم همة، فلنمضي ونواصل بإذن الله. نعم تلك القوة التي كانت لكم في الشر فاجعلوها الآن بإذن الله تعالى في الخير، أن تفك العقد عليكم أنتم ثم عليه وعليه ثم عليكم، وفي كل خير بإذن الله تعالى ونحن معكم. فنواصل بإذن الله جل وعلا، فلا ماسونية ولا صليبية. هيا إلى الله، إن الدين عند الله الإسلام. فيا باغي الخير أقبل، يا من حبست وأنت قوي، ويا من منعت وأنت قوي، يا من عذبت وأنت قوي، فاسمع رحمات الله ومغفرته لك ولكم جميعا. فأقبلوا رحمة الله، واقبلوا راحة من الله عز وجل، ولن تكونوا في راحة إلا بعد فكها وحلها. فلنصبر وسنرى بفضل الله فتحا ونصرا وخيرا. هيا إلى الله جل وعلا. نعم فقولوها لله. نعم يقولون العقد كذلك على الفك وعلى الفم، عقد عظيمة حتى لا يكون نطق ولا إسلام ولا استسلام ولا بيان. فنواصل بإذن الله وأبشر بالخير. بسم الله تحل العقد على كل شفة، تحل العقد على كل لسان، تحل العقد في موضع كل ثقب وخيط بفضل الله فتح ونصر وشفاء. فبسم الله العظيم نسأل الله الذي يجيب دعوة السائلين، يجيب من دعاه، وهو الله لا إله إلا هو. اللهم إنك تعلم عبادك وكيف عقد عليهم في شفته وعلى نطقه ولسانه وكلامه وعلمه وبيانه، وعقدوا حتى لا ينطق بإسلام واستسلام. اللهم ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، يا حي يا قيوم. اللهم ربنا إنك تعلم حال كل خيط وحال كل عقدة على الفك على اللسان. اللهم ربنا فكها وحلها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فبسم الله نعظكم وأبشروا ببر وشفاء. مجرد أنكم الآن في طريق الإسلام، وأنكم تقولون أنكم خيطتم أو عقدتم على الشفة والكلام، فهذا فتح الله ونصر الله لكم، أنه أحبكم وضيعكم، أنكم في طريق بره وخيره. فواصلوا بإذن الله فكها وفتحها. الآن يفتحون بفضل الله ويمسحون بفضل الله. واصلوا بإذن الله تعالى، فلتكن المساعدة منكم ومنا بإذن الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هيا بإذن الله. قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة،
واحلل العقده واحلل العقده واحلل العقده واحلل العقده من لساني واحلل العقده من لساني واحلل العقده من لساني. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن ولدك ناصيته بيدك عدل فيه قضاءك ناظر فيه حكمك. نسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك وعلى كتب خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلبه، اللهم فك به العقد، اللهم احل به العقد، اللهم فك العقد، اللهم احمل العقد، اللهم انسف العقد، اللهم دمر العقد، اللهم اشف العقد يا حي يا قيوم، اللهم اشف العقد يا حي يا قيوم. اللهم انك تعلم عدد العقد في الجسد على كل عظم ومفصل، على كل عظم ومفصل، على كل مساف، على كل جور، على كل ثقوب. اللهم انك تعلم عدد العقد، عدد العقد، عدد العقد، عدد العقد على المساف وعلى الجلود. اللهم انك تعلم عدد العقد على الانس وعلى الجان. اللهم ربنا ربنا بطلها، اللهم ربنا فضلها. بسم الله تفضل العقد من الانس عقد ومن الجان عقد على مدار الاعوام والعقود عقد. بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بالوانها واشكالها وكثافتها وسميتها. بسم الله تفضل العقد ضل العقد بين المسام والجنود. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد في الشعر عقد في الشعر عقد في الشعر عقد عقد خفيه عقد خفيه قويه عقد خفيه تجري 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 عقد 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 عظيم جعلها في مستقر جعلها في مستودع عقد عقد عظيم 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 تقل بسم الله عقد عظيم تقل بسم الله على الإنس عقد وعلى الجار عقد على الإنس عقد وعلى الجار عقد 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 خفية عقد خفية عقد خفية عقد خفية طويل عقد خفية وسط الجلود وسط الشعر واللحم وسط العظام وسط الأعصاب وسط العروق في الرأس في الرأس في العينين في اليدين في الأوراق في المساء في الأعشاء في الأمعاء في القدمين وقد 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 قوية 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 تجري وقد قوية تجري كالسموم تجري وقد قوية تجري مع الدماء تجري مع العراق تجري وقد وقد خفية قوية خفية قوية حول حول العظام تجري حول الأعصاب تجري وقد قوية قوية حول أيدي حول أقدام تجري حول الأصابع والأنام تجري حول الرقبة تجري حول الناصية والقافية تجري عقد عقد قوية حل بسم الله عقد قوية حل بسم الله عقد قوية عقد قوية 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 كثيرة كالحبال والسلاسل كالحبال والسلاسل كالحبال والسلاسل كالحبال والأقفال كالسلاسل والأقفال عقد 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 قوية 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 خفية 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 تقل بسم الله عقد عقد قوية 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 خفية تقل بسم الله عقد 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 لا ترى على اليدين على اليدين على اليدين على اليدين قوية خفية لا ترى الجان لا يراها عقدت الشيطان لا يراها عقدت الجان لا يراها عقدت الشيطان لا يراها عقدت الإنسان لا يراها عقدت لقد خفية جلاها الله لقد خفية في اليدين جلاها الله تحل بسم الله في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين جلاها الله تحل بسم الله لقد خفية في اليدين لقد خفية كانت على اليدين على الجان في اليدين على الشياطين في اليدين على البدن في اليدين لقد لقد خوية لقد خوية لقد خوية على اليدين على الكتفين على الذراعين لقد لقد خوية قوية قوية تحل بسم الله لقد خفية لقد خفية لقد خفية لساحر عليم لساحر عليم لقد خفية لقد خفية لقد خفية
خفية لغد خفية لساحر عليم تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله لغد خفية تحل بسم الله لغد قوية تحل بسم الله كانت من سهرة الإنس وسهرة الجن وسهرة الشياطين وإن سهرت أبارسة لغد قوية لغد خفية لغد قوية لغد خفية من ساحر عليم من شيطان من ساحر عليم 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 لغد خفية 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 تحل بسم الله لغد خفية لغد خفية لغد خفية لغد خفية لغد خفية قوية 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 خفية 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 قوية خفية خفية قوية قوية تحل بسم الله لغد خفية لغد قوية 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 في يدي في يدي في يدي في يدي في يدي تحل بسم الله الحمد لله الذي سخرنا لنكون معه لتكون أحبار بإذن الله تعالى خيوط لا تره عقد لا تره سلاسل لا تره على كل الجسد وعلى اليدين وعلى كل الجسد على الجانب على الإنسان على الفيضان فقولها لله طاعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قولها لله جل وعلا إلى من حوبي سابق قوة بفضل الله وكانوا يحلون العقد في اليدين والكفين وكانوا يحلونها بإذن الله تعالى في الذراعين فهي بإذن الله جل وعلا وكانوا يحلون كذلك في القدمين فهي إلى الله جل وعلا قولها لله طاعة لله جل وعلا ونواصل بإذن الله تركها وحلنا على كل الجسد على الإنس وعلى الجان وعلى من كانوا شياطين جواه حتى من كانوا على صحرة فبسم الله تحل بفضل الله كل العقد الخفية والقوية فقولوها لله تعالى نشهد أن لا إله إلا الله وقضائنا بفضل الله تعالى إقبال الألام والسبابة والتوحيد على دين الله وهيا بفضل الله جل وعلا نواصل بإذن فكها وحمل على كل عظم مفصل وعلى كل يد وعلى كل قدم لا تقع عقد بإذن الله تعالى إلا وتحل وتفض وتزال عقد عليكم لا تراح سياس عليكم لا تراح حبال عليكم لا تراح تحل وتفك بإذن المولى جل وعلا تقولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله عقد أشرت أنها على اللسان كذلك وعلى الشفتين تحل بإذن الله أشرت أنها على الرقبة قوية تحل بإذن الله جل وعلا فكل الجسد معقود بالعيد والذبح والدم كل الجسد معقود بالسحر العظيم فبسم الله تحل تلك العقد فبسم الله لا يقع على الجسد ساحر خفي ولا ساحر خفية لا يقع على الساحر خفي ولا ساحر خفية لا يقع على الجسد ساحر خفي ولا ساحر خفية لا يقع في بدن سحرا خفيا بسم الله رب العالمين بسم الله رب الأولين والآخرين بسم الله رب العالمين بسم الله رب الأولين والآخرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فقولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بسم الله بسم الله بسم الله
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 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 فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إليكم وقلب ذات فضليت فكل قولتي عليكم فارفعوا لله توحيدا وطاعة وإسلاما وانقيادا واعلموا أن الله تعالى فتح لكم باب بر وخير حتى تفك تلك العهود والقيود التي عليكم والسلاسل والأغلال فهيا إلى الله جل وعلا فلا ذلة سحر الذلة يزال سحر الذلة يزال إلى خالد كان قويا بالذلة إلى شيطان كان طويا بعهد ووعد وسحر وعقد على الذلة إلى من وقطع الأنامل على اليد وعلى الجسد بالذلة إلى من حبس بقوة بالذلة إلى من أعطى العهد والوعد على الذلة إلى من حبس إلى من قيد بالذلة أي لتعطيل كل شيء إلى من يسمع الآن إلى من تحركت أنامله بالذلة إلى من يسمع الآن وتحركت أنفاسه وكان يسعى للذلة إلى من قيد من أجل الذلة وعهد الذلة وعهد الذلة فكن عزيزا كن عزيزا كن عزيزا في نفسك بدين 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 باستقامة بإسلام كن عزيزا كن عزيزا بعزة من ربك وجل العزة بفضل الله في العقول والأفهام وفي الأبدان كن عزيزا يعز من يشاء فهيا إلى الله لا تخشى ساحرا ندب عنك بإذن الله جل وعلا فكر في البر والخير والعزة لا تفكر في الكفر والقلة والذلة فهيا إلى الله كن عزيزا بإذن الله سيعزك الله جل وعلا يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بإبطال الأسحار يعزك الله بفكر العقد يعزك الله جل وعلا بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد يعزك الله بالإسلام يعزك الله بالإسلام يعزك الله بفك العقد
يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بفك العقد، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بفك العقد، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بفك العقد، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بفك العقد، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بالإسلام، يعزك الله بفك العقد، يعزك الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بالإسلام، يعزكم الله بفك العقد. رأينا بفضل الله تعالى من يرفع منكم التوحيد بفضل الله جل وعلا، ونريد أن يقبل الجميع بإذن الله تعالى حتى يكون رفعه قويا عليا بفضل الله تعالى. هيا بنا الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الجسد كله معقودة إلى خدام العقدة، إلى سحة العقدة، إلى شياطين العقدة، إلى من قبل وقيد بالعقدة، إلى من ربط بالعقدة، إلى كل من في بدن بالعقدة، إلى كل من في بالعقدة، على العظام بالعقدة، على المفاصل بالعقدة، على الجوارح بالعقدة، على العلم بالعقدة، على الجمال بالعقدة، على الزواج بالعقدة، على التخرج بالعقدة، على العمل بالعقدة، على المال بالعقدة، على الأبي بالعقدة، على الأم بالعقدة، على البيت بالعقدة، على الانتقام بالعقدة، على الحقد بالعقدة، على الحسد بالعقدة، بسم الله على كل من سكن بالعقدة، على كل من عقد بالعقدة، على كل من إليكم العقد والعقد والعقد في الجسد، إليكم العقد في الجسد، إليكم جميعا بإذن الله العاقل والمعقول، العاقل والمعقول، العاقل والمعقول، العاقل والمعقول. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل السلاسل 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 سلاسل 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 أبايسة سلاسل أبايسة سلاسل أبايسة سلاسل أبايسة سلاسل أبايسة سلاسل أبايسة سلاسل 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 قوية سلاسل 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 قوية سلاسل سلاسل قوية على الركب قوية على العظام قوية على القدمين قوية سلاسل 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 قوية سلاسل قوية سلاسل قوية سلاسل قوية سلاسل قوية تحل بسم الله 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 في القدمين سلاسل 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 في الساقين سلاسل في الركب سلاسل في الفخذين سلاسل تحل بسم الله تحل بسم الله سلاسل 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 تحل بسم الله 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 سلاسل تحل بسم الله. كلما أتينا إلى عقدة بعدما انتهينا من العقد يكون تأثير كذلك في السلاسل. نعم دائما نرى هنا ما ينفع التوحيد، ثم يأتي من يأخذ القبض من جديد، ثم يكون التأثير في السلاسل، فيكون الضرب على القدمين أو الإشارة إلى مواضعها، وقل على كل الجسد عقد وسلاسل. ولهذا لما أسلم قبل الأمس
الشيطان الذي كان شيطان بالعجل الذي عذب وذبح في الجبل واعترف بالسحر خاشيا من القتل والهلاك، لأن ثمة كثرة الجنود كل واحد معكوف. لهذا قلت كم واحد؟ قال كثير. نعم، وقد تجلى هذا الآن، كلهم من أراد الإسلام إلا ويحبس ويمنع، وكلهم يتأثرون كذلك جنب القيدين إلى الأعلى وإلى الخلف، وكذلك الساقين والقدمين وضرب بعض الجوارح لفك العقد. نعم، كل هذا الجسد كله معقود، ولهذا يعطون وسواسا في الرأس ألا فك ولا حل ولا علاج بعدما أسلم الكبير، كأنه نوع من التحدي للكبير لأسلم، ونوع كذلك للرقية والعلاج، ونوع كذلك من التحدي. وقد تجليناه بفضل الله الآن، وجلينا لهم أنهم أصلا هم معقودون، عقدوا بعقد وبسلاسل حتى أصبحت لهم الهمة الآن أن يفكوا ويحلوا بإذن المولى جل وعلا ويستعدوا ذلك، ويحتاج منا إلى مساعدة من أنفسهم لا يستطيعوا، لا بد من يساعدهم بهذا السحر. قال معقد، قال الترمذي السحر في المشكل، يعني هذا السحر معقد بمعنى فيه عقد كثيرة وفيه حبال كثيرة وسلاسل كثيرة، فوجب المساعدة بإذن الله حتى تحل على كل الجسد. رأينا أحيانا يفكونها في الناصية والقافية والعين أيضا، وأشاروا بالقفل والعقدة العظيمة، حينما قلت قفل طلق العقدة عظيمة، نعم على اللسان وعلى الرقبة كذلك أشاروا أن هنا عقدة قوية، فبدأت الاستجابة كأنهم يقولون خلصنا، هنا عقدة وهنا عقدة، هنا سلاسل وهنا حبال، فإن شاء الله تعالى بد من مواصلة السير على هذا المنوال في فك العقد والسلاسل والأغلال بإذن الله جل وعلا، وهذا ما سوف نعمل عليه الآن بإذن الله عز وجل. الآن إلا ضروري ضروري أن تكون جلسة أو جلستين خاصة بفك السلاسل والعقد بقوة، وربما جلسة أو جلستين وتكون ربما أكثر حتى ثلاث جلسات. لماذا؟ من باب وساعي، مشي واحد معقول، مجموعة معقولين، بعد ذلك نرى استجابة، نرى إسلاما وإيمانا، ونرى بفضل اعترافا أن الآن عليهم العهود والقضائم في الرأس والجبهة والعينين والصدر الرقبة، وأين كذلك على الركبتين، وأين كل خلف الجسد كله معقول. ونواصل بإذن الله جل وعلا، لأن لا بد أن نسأل حتى الذي كان مسلم لم تؤدها القوة الآن، صح؟ هو موجود، نعم، ماذا؟ شنو؟ الحور، قضيب، سمعت قيسيس قليلا بكل المسلمين انتقموا منه، قاتلوه زي الخمس، ها؟ صح؟ لكن خطأ ليكم انتم، أقول لك علاش؟ حيث ما نقولش أن هذه الحركة اللي ذرية دول أن راح نتأكد واش بصح ولا واش تقتل ولا لا، حيت كاين حق في أولياء كنقسم الله، خويا يكون صح في الغالب، حنا ما نتأكدوا، ولكن راح ممكن تكون حيت البارح فاش عطيتكم واحد البرنامج كنت تطبقوه هنا، جيت ورجع صح ولا لا؟ خصكم تبدو شنو نقول لكم ضروري. على العموم حنا نتأكدوا من هذا النقطة إن شاء الله عز وجل، لأن الملكي أنا دائما أقول لم يكون واحد كبير سلم ويكون معاه مجموعة من المجرمين أو سحر قوي أو أكثر، خاصة تعرف تكون متابع، لأن ما تعرفش شنو يوقع يقدر يتحبس، ياخذوا كلهم سجون أو يقدروا قاتلوا فعلا أو شيء، حنا نتأكدوا من هذا الأمور. لكن هو الآن شيء ديك الضحكة ديال الاستخفاف، يعني قبيلة هما كيقاوموا، لكن هنا الضحكة هذه يعطيك واحد الإشارة، ما هي؟ كاين كيف كل عقد، وكيف في نفس الوقت كاين كبير يحبسه، شنو الدليل؟ الدليل هو الضحكة، الضحكة استفزيته بأين هو المسلم؟ يعني لو كان هو أصلا يفك العقد ما يديش كها، فهمتي؟ يعني إشارة أنه قتل أو شيء، لكن الدليل أن هناك من يفك العقد لكن معه من يحبسهم كذلك، فخاص فك العقد بقوة حتى من كتفك على المسلمين، في نفس الوقت أنت كتقاوم كتفك على الساحرة اللي يصحى في البدن أو كبير في البدن، فهمتي؟ المهم هذا الشيء واضح الآن، غادي نتابعوا إن شاء الله وتخرجوا إن شاء الله.